قبل ما يتشد بوضريقه انا عندي كل شيء مكتوب كل شيء ميساجات انا قاعد الدلائل راه عندك عندي يعني في صالح قبل ما يتشد بوضريقه في المانيا 4 أيام قبل عيط لي انا زنيتي قال لي مصطفى راه طلبوني المكتب باش نهضر معاك وهادي باش نقص ليهم وتنقص من قلت لي منين غنقص قلت لي درت معاهم 60 ومن بعد طفوا التليفونات من بعد طلقوا هادوك اللي تعرفوهم شوف شكون اللي طلق هادوك تيقول لهم عطاهم سميتهم اخبار زائفه اخبار ديال الكذوب بان راه ما بغاش يدير امير الحداوي بركنا معاه عرفنا وتيسبوا فينا ويشتموا فينا وهادي يعني كان على الاقل يعني يخرج واحد من المكتب يفسر يعني الوضعيه ديال ما يجيش يقول لا امير ما بغاش يدير معنا امير راه قلتو نتوما اللي قلتو تعطيو 60 قلت لكم امين من بعد سديتهم وبقيتو تهضروا من بعد طلقتو هذوك بركو يسبوا فينا يسبوا في العائله وداك الشيء بالوقاحه الكبيره وهادي دوك الناس ما تنلومهمش اخو سمير هادوك اللي تيسبوا وبركو يهضروا انا تنهضر معاهم دابا هذه هي الحقيقه ولا عندكم هذاك اللي قال لكم حتى اخويا مصطفى نكونوا صراحة ونمشيو يعني بعيد كاع ونقولوا حنا مع احتراماتنا للجمهور الرجاوي الحقيقه الجمهور اللي كيبغي الفرقه ديالو راه جمهور فريق الرجاء الرياضي لو ان كانت عنده المعلومه الصحيحه ما غايديرش ما يديرش شي راه كنعرف حنا جمهور الرجاء هادو محسوبين ولكن كاين اللي وصل لهم معلومه مغلوطه داكشي اللي تنقول لك والمعلومه المغلوطه اكيد ما غاديش تكون من واحد مشجع او من واحد يعني معلومه تكون يعني من واحد المصدر اللي هو مقرب لا مصدر مقرب معاهم في المكتب لان ما يمكنش تخرج ديك الهضره وهذه 120 لا بغى 140 وتيسبوا هاد الناس اللي تيسبوا له خرجت لكم دابا انا مع خويا سمير ما شوف تي في باش نشرح لكم داكشي راه ما كاين منه والو يعني المبلغ هو 60 مليون اللي طلعوا على التليفون اللي هما اللي قال لك نعطوك 60 في بلاصه هذاك الشيء حيدنا 100 بقات 85 شويه قال لك 85 هذا 60 مليون قلت لي امين ما كاينش راه ابراهيم كاين راه حي ما غاديش يقدر يكذب ما يقدرش وراه كاين شي ناس اللي عارفين المونطو اللي درت معاهم قلت لهم انا راه رجعت للور صافي غير يزيلي معاهم ملي ساليت معاه في الجامعه طلعت باش يوجدوا لي هذاك الشيء باش الريزيلي نعيط للامير نقول لي راه صافي وجدنا وهداك الشيء ما جانا تليفون الى يومين هذاك اللي قلت لك من بعد زيدي 4 أيام قبل ما يتشد بوضريقه اتصل بيا انا زنيتي تيقول لي راه المكتب هضروا معايا مصطفى حتى واحد من المكتب ما اتصل بيا حتى واحد من المكتب 4 أيام قبل كما قلت لك بزنيتي تنقول ليه بلاتي نشرع لك يمكن شي ديطاي ما عارفهمش عاودت ليه كل شيء وقال لي اش نقول لك خويا مصطفى ابو شروان بوينيني تي عمر محمد ماديه واخرهم اوزان جوج مرات شرحت لهم تاسفوا بزاف على داك الشيء نقدر نقول ان ما غاديش يخافوا لان قالوا لي بان حشومه هادشي اللي دار وهادي حنا ما كناش عارفين هاد الحقائق من بعد دريس كابيلو حتى هو عيط لي ولي ما كانش عارف شرحت ليه قلت لك اللي من بعد هذه 4 أيام قبل ما يوقع داك الشيء ديال القبض على بودريقه وداك الشيء من بعد ما بقى والو ملي قرب داك الشيء انا ما بغيتش نخرج ما نهضرش فرقتي هذه غادا تدوز تبدا الموسم ديالها تبدا دير اما راه لعابه بزاف تنتظروا فلوسهم هذا راه قالوا لي تحط هذا تيتسال 370 هذا 400 هذا تيدير حيد لينا 15 حيد 20 هذا مرحبا ما كاينش مشكل اما باش تخرج هاد الخارجات وتقول وتبدا تسب في العائله ولا المراه وتسب في هاد الشيء وداك الشيء موثق ومكتوب وجاي من مصدر من عندهم هما منين غادي يجي هاد الشيء لان دوك الجمهور دراجة راه مشاو عند كابيلو شي واحد اللي تعرفوه صاحبي ادريس قال لي حنا رجاويين وهادي جمهور دراجة ما غاديش يسب الحداوي ما يسبش ولدو امير ما غاديش يسب عائله ما يخرجش في هاد المستوى هذا